الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول ابتداء خصنا نعرفوا أن المرحلة ديال الشباب هي المرحلة اللي يعني عندها واحد المجموعة من السمات اللي كطبعها. كاين الطابع ديال الاندفاعية، كاين الطابع ديال القوة، وكاين الطابع ديال التحدي. كاين سمات أخرى لكن هذه السمات الغالبة على الشباب، حتى أن ملي كتقارن الشباب مثلا في الفترة ديال الشيخوخة ولا ما قبل مثلا الشيخوخة الكهولة ولا كذا، فتيتكلموا على فترة ديال الاتزان وفترة ديال الحكمة وشي شوية ديال التردد، ان انا كيولي كيعبرها كيف تنقولوا حنا الى اخره. فالشاب لا، الشاب عنده اندفاعية، باغي يتحدى، باغي يدير. ففي التاريخ ديال البشرية اغلب يعني النهضات اللي نهضات وكان خاصها واحد القوة واندفاعية وكذا كانت كتقوم على ظهر الشباب. صحيح عندك الشيوخ والكهول والحكماء هما اللي كيتاخذوا القرارات، لكن بلا هذيك السواعد ديال الشباب ما يمكنش تزيد لقدام. الإشكال مع الشباب هو هذا المشكل نفسه ديال السمة ديال الاندفاعية وديال التحدي وديال القوة والفتوة وكذا. هذه لما ما توجهاتش بشكل صحيح أي حاجة ممكن أنها تجي تعمرها. بمعنى ان راه ما يمكنش الانسان، الطبيعه اللي خلق الله عز وجل كيف تنقولوا تأبى الفراغ، الا خويتها من قيم اللي هي ايجابيه غدا تعمر بواحد المجموعه من القيم اللي هي سلبيه. غنجيو غنشوفوا الشباب ديالنا شنا هي مثلا المؤثرات اللي كتعطيه واحد النوع ديال التكوين، باش نشوفوا هذاك التكوين ديال دوك الوليدات في علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي كيفاش يمكن يكون داير. فغنلقاو ان المؤثرات الاولى كاين عندك البيت، والمؤثر الثاني هو كيمشي الدراري للمدرسة، والمؤثر الثالث هو الإعلام. غادي نلقاو باللي الدور ديال البيت بدا تينقص خصوصا بالنسبة للمدن الكبرى. حنا كنتكلموا دابا عامة، ملي كنتكلموا على المدن الكبرى خصوصا بالنسبة للمدن الكبرى، لأن النظام ديال الحياة على المستوى الاقتصادي ولا كيطلب منهم إنفاق أكثر، إذا خاصهم يكون عندهم مدخول كبر، إذا خاصهم يخرجوا يخدموا أكثر، فكيولي الوالد والوالدة خارجين مشغولين، فالدور ديال الأسرة ولا تينقص. المدرسة اللي جينا نهضر على هذا الموضوع هذا ما غنساليوش، ولات قائمة على مبدأ الشحن والتفريغ، ما كاين لا تربية مهارات ولا قناعات ولا عقيدة ولا ملبي. اللي كاين عندنا الشحن والتفريغ. هاكا وليدي واحد الكمية ديال المعلومات حفظها مزيان، نتلاقاو نهار الامتحان خويها لينا في الورقة وسير عم في البحر وغسل داكشي كول اللي تعلمتي، ونعاودو عاوتاني العام الثاني والعام الثالث والعام الرابع. من بعد ما دارت كلية علوم التربية كنظن في سنة 1993 كانت دارت واحد الدراسة على الخريجين ديال الثانويات المغربية، بمعنى أصحابي لي شواهد البكالوريا في 93، يعني كنهضروا ما يقارب واحد 30 سنة. دا لقاو أن المهارات الذهنية العليا، إن صح التعبير، لي فاكولتي مونتال سوبيريور، اللي هما لاناليز لا سانتيز، القدرة على التحليل والقدرة على التجميع، اللي كان أكبر عدد ديال حاملي شهادة البكالوريا في 1993 هادو تيفتقدوا لهاد جوج ديال مهارات ذهنية عليا. بمعنى أن الأغلبية ديال النظام التعليمي قائم على كما ذكرت لك على الشحن والتفريغ، التعرف على الأمور، الحس النقدي، الحس التفكيك، حس التحليل، حس التركيب، حس النقد، هذا كله تقريبا ما كيخرج الطالب ما فيش هذه المسألة. ملي غادي نجيو للإعلام، الإعلام المهم هذه خدمتكم نتوما، كيختلف على حسب واش هذاك المنبر الإعلامي عنده رسالة، عنده رؤية، عنده مبدأ، عنده قيمة. في هذه الحالة غالبا 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 الصوت ديالو ما غيكونش منتشر بزاف وما غيكونش مسموع بزاف إلا عند النخبة، وإن كان هذا شيء طيب في حد ذاته. لكن عموما ما نراه في الإعلام، سواء الإعلام في التلفاز الرسمي، الإعلام الإذاعي، الإعلام الإلكتروني، تلاحظوا بالإعلام إنما هو متوجه نحو الاستهلاك، لا كونسوماسيون، سوسيتي دو كونسوماسيون، مجتمع الاستهلاك، نحو الفضائح ونحو الترفيه. ماشي الترفيه زعما اللي الانسان تيرفع على راسو باش كيزيد يترقى واحد الذوق معين، ما لا 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 الترفيه راه الله شفتو هاد يومين ولا ثلاث ايام في احدى الجامعات المغربيه، الشباب مجموعين بشكل رسمي وسط مدرج في احدى الجامعات المغربيه اللي داعي لذكر المنطقه، وجالسين تيغنيو واحد الغناء فيه من يعني من السفور وسقوط وتدني المستوى ما الله به عليم. هذا الشيء داخل الجامعة المغربية. إذا فملي غنجيو نشوفوا هذا الإعلام، هذا الإعلام يهتم بمثل هذه الأمور. حتى أنه دابا ربما حتى الناس مقبلون على شهر رمضان،
كتلقاهم ينشرون الليالي الرمضانية والتلفزيون الرمضاني والمسلسل الرمضاني والفيلم الرمضاني. وسيدي ربي قال لك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي بث فيه المسلسل ولا بث فيه كذا، الإنسان سيخدم على راسه. فهذه المسائل ما بين المدرسة والإعلام والتعليم، هذا الشيء كله تضرب. ولا عندنا شباب تيكبر من حيث المعتقد، من حيث القيم، من حيث المبادئ، إلى حد معين أنا كتهمنا الكتلة العامة، بالاستثناءات راه لا تلغي القاعدة بل تؤكدها، كيخرج لك شباب اللي تقريبا خاوي. هذاك الشباب الفارغ كما ذكرنا، الطبيعة اللي خلق الله عز وجل تأبى الفراغ، أي حاجة غتجي في الطريق غادي تعمره، وملي ما كتعطيش واحد القيم ثابتة كيولي كيمشي مع القيم المتغيرة. القيم المتغيرة على رأسها مثلا هادشي ديال الغناء، لا مود إلى آخره، هذه مثلا غتلقاها هو اليوم من بعد مثلا يعني ملي بانت مثلا، نقولوا مثلا حنا تناخذوا كاع مثال في المسائل المتعلقه بالغناء، مثلا ملي غنجيو نشوفوا مثلا بانت ام كلثوم، غنلقاو مثلا بدات تشهر بزاف في الربعينيات، راه بقات ام كلثوم غادا شاده الخط والناس كيتصنتوا لها يعني، وهي حيه حتى توفات في بدايه السبعينيات. عبد الحليم حافظ نفس المساله، فريد الاطرش نفس المساله. غادي نجيو مثلا بالنسبه للمغاربه، غادي نلقاو مثلا الناس مثلا القدام، المعطي بن قاسم الله يرحمه، غادي نلقاو مثلا محمد فتح الله يرحمه، هادو كلهم ناس اللي دازوا اللي طبعوا حتى على مستوى الاغنيه المغربيه. كاين اللي غيستغرب يقول لك اودي لحيوك يهضرنا، من باب معرفه الاشياء خير من جهلها، باش تعرف الواقع اللي انت فيه حتى تصفه جيدا. دابا على مستوى الاغاني كتقول الشاب، كتقول ليه هذاك المغني ديك الاغنيه اللي انت تتصنت لها، تيقول لك لا الاغنيه ما كانتش تنصنت لها، كتقول لي شحال داز عليها من عام، كيقول لك لا صافي راه خرجت في الصيف ودابا راه صافي الله يجعل شي بارك. فولا مع المتغيرات، كتقول لي واخا هذيك اللبسه، كيقول لك صار ديال الصيف اللي فات، هذا الصيف اللي فات الجاي راه خصو لبسه اخرى. فولاو هاد المتغيرات تيحكموهم، فمابقاش عنده القدره على انه يثبت على مساله واحده، فتخطفته مواقع التواصل الاجتماعي لسهوله الولوج اليها، من سهل عليه انه يدخل لها. والوهم اللي كيعيشوا انه يمكن ان يصير نجما باي طريقه من الطرق، حتى انه اللي تشوف واحد صار نجما لانه ولا تيغني مزيان، واحد صار نجما لانه تيلعب الكره مزيان، وهادو قلال، ولا واحد بغى يولي نجم ولا كيمشي يصرفق باه هو ناعس ويصور هذيك المساله غير باش يجيب اكبر عدد ديال المشاهدات. ولات بنيتها صغيره عندها 13 14 سنه، بالنسبه لدارهم راه شاده الهاتف ديالها في البيت جالسه تتقرا فيه، وهي راه جالسه تشطح واحد الرقص ماجن قدام الالاف ديال ما يصطلع عليهم بالمتابعين في تيك توك ولا غيره. فهذا هو واحد من الاشكالات اللي خلات ان الشباب ديالنا ولاو غاديين في هذا التوجه هذا، ولات واحد النوعيه جديده ديال العبوديه، هي عبوديه الاعجاب وعبوديه اللايك وعبوديه الشير البارطاج والنشر الى اخره. فهذه كتستهوي النفوس، ولو الانسان يعني ضيع وسط هذه المسائل هذه ما قدرش يحبسها. كيفاش ممكن للانسان انه يثبت نفسه في وسط هذه المساله هذه؟ لابد من قواعد ثابته باش يقدر الانسان يحكم على هذه المتغيرات اللي كاينه، واش هي مفيده ولا غير مفيده. القواعد الثابته كيعطيها لك الله سبحانه وتعالى في الاول ملي بدا كينزل القران، حيت انا كنتكلموا يعني بالنسبه لي انا احسب انني اخاطب المسلمين على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف درجة تدينهم، من ذاك اللي حدو كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما كاين لا صلاة لا والو، حتى ذاك اللي تبارك الله شاد سلك الاستقامة وغادي فيه مزيان وتنفع راسو وينفع الأمة ديالو. فهذا كله هو الطيب ديال المسلمين. كنقولوا للمسلمين أودي راه النهار الأول ملي نزل الله سبحانه وتعالى نزل القرآن ديالو على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أول رحمة نزلت على البشرية من بعد ما تحبسوا الأنبياء والرسل، فجنبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول خطوة الإنسان يتدرج فيها باش يثبت راسه ويعرف الأمور اللي دايرة به كيفاش دايرة هي بالعلم. ما يمكنش إنسان جاهل بالأمور ديال نفسه والأمور ديال حياته فيما يتعلق بحياته وفيما يتعلق بالكون اللي محيط به وفيما يتعلق بمستقبله في الدنيا والآخرة، يستحيل أن يضبط قواعد السير إلى الله سبحانه وتعالى والسير في هذه الدنيا ويعمرها كما ينبغي إلا بالعلم. من غير العلم ما كاينش، يعني لا تقوم أمة على الجهل. لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إذا جهالهم سادوا، كي قال الشاعر، يعني قال لك لا يصلح الناس
فوضى الصورات، لا صورات لهم، الصورات هما اللي كيقودوهم، هما اللي يوريوهم الطريق. فقال لك الناس الا كانوا غير في الفوضى وما كاين حتى شي واحد اللي كيوريهم الطريق راه لا يصلحون. وفي نفس الوقت قال لك اذا ساد يعني تولى عليهم الجهال راه ايضا لا يصلحون، لا يصلح الناس فوضى لا صورات لهم ولا صورات اذا جهالهم سادوا، يعني لا ساد جهالهم وكثروا الجهال هما اللي ولاو تيوريو الطريق للناس. دابا ولينا تنسمعوا ما يتقلق مني حتى واحد، ولكن وليتي تلقى واحد وحده مثلا شهرات بالادوار الاباحيه في الافلام ديالها، ثم ملي كيكون عندنا عام سيدي واحد المؤتمر ديال رعايه الطفوله والاسره كنجيبوها وتنحطوا لها واحد المعرف على انها متخصصه في قضايا الاسره والطفل. ياك ودي لاباس في متخصصه في قضايا الاسره، شري فيها راه شفتي راسك فاش كتمثلي وتقول متخصصه. اذا كانت هذه اذا كانوا كيقصدوا هذه هي الاسره والطفل اللي بغاو ينشئوها، هذا الله اعلم، هذا موضوع اخر. اما الذي اعرفه ان راه ما يمكن يدوي في واحد التخصص الا مواليه. فهذه المسائل هذه اول حاجه كي قلنا العلم، ثم المساله الثانيه الاحساس بالانتماء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.